الخبر اللي تهزت عليه تونس الكل خاصة ولاية القيروان وفاة أمي سلمى المتيري 86 سنة الناس الكل اللي يعرفوها في حومتها عملية اعتداء مرتين يعتدي عليها في محل سكنها ويعتدي على جسدها حتى شنيعة ولا إنسانية ونأكد عليها أنه الناس اللي قاموا بهذه ما يمتوا بحتى شيء للإنسانية واحترام من ذات ربي يرحمها أمي سلمى وليرينا تعاطف كبير من عند التوانسة الكل وكل واحد يحسب أمه هذيك وقت اللي سمعنا بالعملية الشنيعة هذيك علاش حبينا نفهموا آخر التطورات الميدانية وآخر الشهادات الحية حصريا مش اسمعها معنا هذيك علاش حاضر بحذانا الأستاذ أحمد سعيد مرحبا يا أحمد مرحبا صباح الخير حايم معك أنت باش ناخذ الجانب القانوني بالنسبة للقضية هذه القضية هذه وذاك علي زاد حاضر بحذنا مقتوف التخيلي واللي هو نسيبته أمي سلمى ربي يرحمها وين عامها مرحبا بك سي مقتوف وبيك عايش إن شاء الله البركة فيكم بارك فيكم إن شاء الله خاتمة الأحزان صعيبة الوضعية نعرف شكون صعيبة مرة نهاية هجرة فالسو مرة نظيفة كبيرة مع نهاية هجرة فالسو ما إيش نهاية فينيش نتاعها ولاد حرام عملوا لها شيء هذا مش به حرام اصلا ريم المتيري واللي هي تتسمى خالتك امي سلمى ربي يرحمها وينعم البركه فيكم تسكن بجنبكم في الحومه مقابله دار مقابله دار دار مقابله دار في فابريكه كل دايره بها راهي الجيران شكون هم اللي في اللي في اللي دايرين بها نسيبها لا ثم ذا بثماني سنين الله معنا مش عايشين معنا مثلين يسكن حدانا بسنين الله ما نجمش تفرق بيننا ولا بينهم والاخرين كل جيران معناها الناس كل ما عارف جيران واحد جيران سيد ما اعتبروا كاين فاميلا واحد وامي سلمى يحبوها الناس الكل المراه الكبيره اللي الناس الكل تحبها الناس الكل يحبوها واضح خلينا نرجع بكم انا لليله الحادثه هذيك الحومه كانت رايكحه النهج كان رايكح ما ثم حتى شيء وقت شريتوها اخر مره خلينا ناخذوا سي مقتوفه معك انت ليلتها شنو اخر مره سهره هي وهذه ومرتي انا وولدي وولد اختها قدام الدار يحاولوا فيها يفدلكوا عليها واحد هذا هي حاضر تحكي لك على هذه ترويها لنا وقت سهرين مع هريم قبل مع صلاة العشاء قبل صلاة العشاء خاطر هي مع ستة ونص السبعة هكيك هكيك السبعة نفدلكوا عليها جيت بحذية خالتي لدارنا صهرين جاي خالي اللي هو اللي يشرف عليها واللي هي بها يعني يتفقد فيها يحل عليها الباب يسكر عليها الباب سهرنا نفدلكوا عليها وهي تسكن واحد تسكن مقابلتنا نقولوا لا اجابات بحذنا تقول لي داري وحدي هاكم تلهاو بيا في الدار عزيزه تقول لك ما خليش داري الكبيرة ديما تحب تعرف الكبير ديما يحب داره ويحب سهرين فدلكوا عليها انا اذن العشاء دخلت مش صلي العشاء خالي مشي سكر عليها الباب مشي هو ولد خالتي مشيوا للقهوه بقيت انا وخالتي سهرين شويه حكي وخالتي روحت من بحذاي حكيت 8 الفجر قمت باش نصلي انا خالي دق علي حكيت الستة ودرجي تاع الصباح دق علي الباب خلي راني ما لقيتش خالتي اش معناه ما لقيتش خالتي وين نسيت القهوه في الدار هو يحل عليها الباب فهمتك اي مشيت انا وياه مشيت نجري قلت له كيفاش ما لقيتهاش وين مشيت والدنيا ظلام يعني الستة ظلام فما حد في الحومه مشينا دخلنا نشوف نلوش في الدار ما لقيتش نلقى هي ترقد في عندها كل الكنابي ترقد فيه الفريش يعني طايح الخطا طايح في كوام بحذا الفرش وما فماش يعني انت كي ترى تدخل البيت ما تلقاهاش بالحق في بالي انا قلت له كيفاش هذيا زعما يطلعوش خطفوها ولا حاجه وكل مستغربين وين مشيت يعني في الوقت هذاك كيفاش تخرج خاطر هي ما تنجمش تحل الباب بالمفتاح خاطر ايدها بحكم طاحت مرة على ايدها تفصعت ومرأة كبيرة 86 سنة حتى عظامها ما عادش فيها يعني خرجت قلت له في بالي مش نخرج انا وياه نخرجوا للشارع نلوجوا عليه ما عرفش كيفاش رجعت نهز في الخطا نلقاها في حالة متوفية تلقاها نلقاها يعني مجردة من ملابسها الكل ما عرفش كيفاش عملوا فيها ربي صبرك شو معناتها مثلا ما لابسه حتى قطعه حتى قطعه طايحين عليها الخطا كيكا شعرها منتش
مكبوبة هكا بكلها ملفلفة في روحها. أنا خرجت نصيح مش نمشي نادي على خالتي، مسكن خالي هو أنا وخلو شوفي يعني في بالي تطلعش على الأقل تحية شوية تتنفس. وكي جبدها هو نلقاو تحت الدم عندك النزيف في حالة لا يرثى لها. تلقاو أثار عنف متاع اعتداء تلقاها خاطر سمعنا كل واحدة ومخبشة منها أو مضروبة منها حتى كسور في ساقها. خال انا ماني قلت لك انا كي ريتها كيكا وخرجت نجري ناديت على خالتي. بعد خالتي كي جات خال نلقى في كتفها خبش. ومن بعد كي طلبنا ما حبيناش نمسوها اكثر طلبنا شغل الامن. هاني جايك هنحاولوا الخبر ووضعيه الامن قبل ما نواصلوا. معناتها في ليله وانتم تسكنوا غادي ما سمعتوش لا حس لا عياط لا تكسير لا وحي اصلا ما تنجمش تعيط. ما انا ما عنديش السوف باش تعيط اصلا كامله اصلا واضح. سبعه مشيت انا فسمعت الحكايه خرجت نجري تلقى ياسين الرمضاني. اي هذاك علاش معايا ياسين الرمضاني خلي ذكرنا بحيثيه العمليه اللي صارت كتذكير. ياسين الرمضاني من سبعه غير اربعه ولا غير اربعه هو متواجد. كان خبر حصري على اذاعه صبر اف ام ايكيب كامله كانت موجوده خاطر نأمنوا الاعتداءات هذه ما لازمش تصير. ما لازمش تصير هذه. كان متواجد مع سبعه غير اربعه لقاها غادي جاء قبل الشرطه وقبل الكل. بعد مع السبعه جات الشرطه وجا الواحد. خلينا ناخذوا كلمه مع عند ياسين خلينا ناخذوا الخبر ونذكروا الساده المستمعين الحادثه اللي كانت صارت. ياسين مرحبا. مرحبا يا رحيم تحيه ليك وتحيه لكافه مستمعي اذا صبر في متابعه الحادثه الشنيعه والفاجعه اللي تساقط على وقع مدينه القيروان صبحت يوم الجمعه الفارط والمتمثل في جريمه قتل راحت ضحيتها مسنه تبلغ من العمر 86 سنه بعد ما وقع الاعتداء عليها بالفاحشه جريمه نكره اهتز فيها الراي العام. نذكر بمتين حاسه هو حي نهج استيقظ قيروان المدينه. الضحيه وتدعى الخاله سلمى امراه طيبه محبوبه لدى الجميع كانت تعيش في منزلها الصغير بمفردها تيلة عدة عقود أكثر من 30 سنة تقريبا بعد ما تزوجت في مناسبتين ولم تنشر أطفال وكان جميع الأهناء يعتبروها في مثابة والدتهم. إلا أنه للأسف هذا ما لم ينطبق مع المجرم الوحش البالغ من العمر 23 سنة من مواليد 1994 منزلهم كان على مقربة من منزل الضحية شاب من ذوي السوابق العادية في السرقة وسبق وأن قام باقتحام منزل وقام باختطاف طفل قاصر تحت استعمال آلة حادة وكان قضى عقوبة سجنية في هذه القضية لمدة 8 أشهر فقط. الشاب جميع المعطيات وشهادات حية تؤكد استعماله للمخدرات مادة الضتلة كذلك الأقراص كذلك مادة السوبيتكس. في معظم الأوقات كان يفضل العزلة قليل الاحتكاك بعامة الناس جميع كذلك يستعمل هاتف الجوال. فيما يخص عملية الإيقاف رحيم لحد هذه اللحظة لم يتم إيقافه المجرم خليك مشهودية. أي خليك معايا ياسين مسالش حول عملية الإيقاف خاطر توا صارت ناس يقول لك وقفوه ناس يقول لك ما وقفوش. هذاك علاش معنا في اتصالنا الثاني ونعرفوا سرية الأبحاث اللي ما زالت متواصلة. هذاك علاش نحاولوا ناخذوا القدر الكامل من المعلومات. معنا سي سالم المنصوري كاتب العام الجهوي لنقابة الأمن العمومي بإقليم القيروان. سي سالم مرحبا. مرحبا بك سي الحايم وبكافه مستمعي صبر اف ام. يعطيكم الصحه في ارقام في وقت قصير. بدينا نتعرفوا حتى على اللي قام بالعمليه الشنيعه الانسانيه. نعرفوا فما سريه الابحاث لكن شنو هي المعلومات اللي نجموا نقدموها للراي العام سي سالم؟ فعلا سي الحايم بارك الله فيك توجهتنا بالشكر لكن هذايا واجب والعمل الامني ككل عمل ما يخلوش من طابع وبعد انساني. وانطلاقا من ذلك تم تسخير كل الوحدات الأمنية منذ وقوع تاريخ وقوع الجريمة تسخير كل الوحدات الأمنية بمختلف اختصاصاتها وإلى الموضوع ما يستحقه من عناية تحت إشراف مباشر ومتابعة مستمرة من طرف السيد مدير إقليم الأمن الوطني بالقيروان. وبتاريخ يوم أمس جاءت معلومات تفيد أنه الشخص هذايا اللي تطرقت له منذ قليل وانه هو مرتكب والفعل الاصلي للجريمه وحسب المعلومات الاوليه انه ما هوش وحده. وبناء على ذلك لما ما هوش وحده معناتها نحكيه على مجموعه معناتها والله هذا حسب الوقائع تقريبا ما عندناش حاجه متاكده اما حسب الوقائع ما ينجمش يكون وحده. وبناء على المعطيات تم التنسيق مع والده وجلبه المقر الاقليم واللي افاد بدوره انه من المحتمل ومن المرجح وتقريبا من المؤكد نظرا لكون الشاب هذا يحمل اثار في تاريخ الواقع ذيك يحمل اثار نتاع خداش على مستوى رقبته على مستوى وجهه
وغادر المحل نتاع السكنه نتاعهم. زدنا هذا كان مؤشر باش نتوصلوا للهويه نتاعو بالضبط. ونسقنا وين تواجدوا وشكون هم اصحابه وشكون يترد عليهم. وصحيح المعلومات اللي ذكرها زميلك توا ياسين انه من الناس اللي تعطاوا المخدرات والاقراص المخدره وانه من ذوي السوابق العدليه. حاليا تو على قدم الوثائق قاعدين منسقين مع الاقليم الوطني بسوسه، مع كذلك نشكر زملائنا من الحرس الوطني اللي بالتنسيق معهم قاعدين زاد يبذلوا مجهود جبار. وان شاء الله في اقرب الاجال وفي وقت وجيز تو قبل ما نحل الكلمه الاستاذ نجازي محامينا خلينا ناخذوا الجانب القانوني. عندي سؤال نتاع مواطن ساهل واللي يسالوه الناس الكل. سي سالم يقول لك كي 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 حققتوا معهم الاول علاش سيبتوه باش يتضح اللي هو اللي قام بالعمليه هذي؟ والله ما نجمش تعمقين الموضوع هذا باعتبار انه هو راي هذيك حملات قمنا بها وجبنا المشبوه فيهم كله وما عندناش معطيات صحيحه الى جانب الاليات تعرفوها انتم وتعرفوا الفصل 52 اللي تم تنقيحه هذه من مخلفاته انه فتره الاحتفاظ انك ما تنجمش لفتره وجيزه جدا وهذا مراد ناخذوا فيه فيما بعد. واحنا كنقابه تو نتكلم كنقابه انا عندنا لائحه مش قدمها بخصوص تنقيح القانون هذاك راهي عنده انعكاسات سلبيه وسيئه. صحيح بي استاذ اسالتك استاذ. والله نفس السؤال معناها الحي معناها ياكد سي سالم انه وقع القبض عليه معناها الفي نتاع ارتكاب الجريمه لكن من بعد تم اطلاق سراحه هو واشخاص اخرين معناها يشتبه فيهم في معناها وضلوعهم في ارتكاب الجريمه هذه معناها ناخذ التاكيد لهنا من سي سالم واللي هو موجود في سوسه هذه كان اكدوا لنا سي سالم المنصوري. ما حد اللحظه هذه ما تمش القبض عليه سي سالم. سي الحايم تصحيح راه ما كنتش موجود في سوسه اما هو يتردد على سوسه ويتردد على اماكن اخرى لهنا في القيروان الى حتى تاريخ الان وكان حددنا وين بالضبط رانا لقينا عليه القبض. اما المسائل حديثه ومجهود جبار نقوموا به وان شاء الله باقرب الاجال تونا نعلمكم بالنتيجه. سي سالم المنصوري ما نجمش نحدد. نعرف نعم نعرف نعرف عندكم سريه الابحاث واحنا يعطيك الصحه اللي اعطيتنا النيسيسير ومن مصدر رسمي سي سالم المنصوري كاتب عام الجهوي لنقابه الامن العمومي باقليم القيروان. تحيه لك انت والمجهودات اللي قاعدين تقوموا به. مفيش السيد هذه خلينا نقولها بالعاميه احمد مفيش والله خلينا نحكيه معناها هاك شفت من ذوي السوابق بركاجات اعتداءات يبيع في المخدرات يبيع في الاقراص المخدره ويستعمل فيها هذا الكل زاد ولقاو القبض عليه معناها في نهارتها حسب معناها سي سالم النطق الرسمي باسم النقابه كما يحكي ومن بعد تم اطلاق سراحه لهنا وفي اطار سي سالم يحكي على مراجعه القانون عدد 52 معناها الفصل 52 لهنا نشوفوا خليني نقول الحايم كان ينجم يوقفوهم اكثر كان ينجم يشتبه فيه خاصه انه يحمل اثار الاعتداء قالوا في رقبته موجوده معناها فما بلايص نتاع ضربات تاع خبش ولهنا والتيمونياج اللي سمعناه بكري بشويه تقول انه معناها حاول تتقاوم حسب التقريب معناها حسب ما فهمنا انه خالتي سالم قاومت الاعتداء وحاولت تردع الشخص هذا معناها لهنا كنا نجموا نتوصلوا للجاني لكن للاسف كي تسمع انه وقع القبض عليه ومن بعد تم اطلاق سراحه لهنا خلينا نمشي نعتبر انه معناها ما يتناسبش الشيء مع بعض. سؤالي لك انت بعد ما نقرا لي كومنتير تفهم علاش احمد شنو القضاء والقانون التونسي في الوضعيات هذيا وين نجموا نوصلوا لكن قبل الطفل اللي تعرفت عليه الناس الكل سي مقطوف وريم معناتها هذايا سؤالي لكم انتم تعرفوه في الحومه مش في الحومه تراوه فهموني معناتها نعرفوه في حومتنا وانساب معناها هو انسير انساب عائله مترابطه كبيره برشا بنت عمي ماخذ عمه انا ما مترابطه عائله اربع اجيال ولا قداش عايشه مع بعضنا مش لكن النوعيه دي ما عادش من ثلاثه فما انساب بيناتنا مش حكي عائلته جاو انا عمو ماخذ بنت عمي انا بوه حكيش معاكم على الاقل جيش بوه ما جاش هز دبش وهرب في بيننا خايفه الله اعلم قد يكون خايف ولد حومتكم هو عنده مواقع راهو يمشي لها عندك كاع المزود هذه في البريكات عنده ولاد بنت خالته فهمت ولا مجربه زاد هذا كاع المزود معروف احنا من غير ما نسميه ماذا بينا المعلومات هذيا تكون تمشي للامن خير برشا يكونوش في الاستماع حكيت وقت تفاعلات كبيرة على الكام لايف بحضور ليزانفيتي نتاعنا مش نقرا لكم تو تفهم علي سؤالي من بعد احمد ليك انت اسمع
باهي نبداو بالابرز التفاعلات رحايم على الكام لايف تطالب بالاعدام نمشيو محمد عزيز يقول جمعيه حقوق الانسان معناها اسكتوا ياسين يقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم والله شيء اسف وشيء بكي قريت الاخبار انا ما صدقتوش كان متاكد من بعد اللي هو صاير معناها في مدينه القيروان يقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه وما فماش هذه المخدرات تحكم فيه لا حتى شيء كل واحد ومعناتها والتربيه نتاعو والاخلاق امتعوا. التعليق الموالي يسرى عمري تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. رياض غريب يقول الأعدام شوية فيه. مليكة ورتيني تقول الحيوانات خير منه. فاطمة شريف تقول ربي يهلكوا. مليكة ورتيني غصيبي تقول الحيوانات خير منه. يعني أبرز كل التعليقات تدور حول القصاص. الأعدام حبيب حمى يقول الأعدام باش يكون عبرة الغيره. وهندا مجري تقول يؤلمني أنه عجوز 86 سنة تغتصب وتقتل بلا رحمة من طرف كلاب شوارع وأنه الكلاب ولات يعني أشرف وأطهر. وكل التعليقات دور حول هل المنحة هي طريقة خلنا عودوا ذكرهم طريقة المحاسبة كيفاش كانت ردود أفعالهم في الباش فيسبوك القصاص الأعدام قانونيا نمشي معك أستاذ أحمد قانونيا وين نجم شوف كما قلت أنت من الأول حايم هي من القضايا نتاع الحق العام ومن القضايا اللي تهزت لها الشارع التونسي مش على مستوى جهوي فقط بل على مستوى وطني شوية أخرى فما وقفة احتجاجية كما قلت قدام المحكمة الابتدائية تنظمها ائتلاف تاع مجتمع مدني شوفوا الفظاعة وكذلك سوء الفعل هذيا وكذلك البشاعة متاع الفعل هذيا معناها مرة 86 سنة يقتحموا الدار النية مش القتل حسب فهمت معناها من الأبحاث النية هي السرقة ثم يتم الاعتداء الجنسي على المرأة ذي وثم يتم القتل وذلك كل في ظل محاولة المرأة ذي النأي على نفسها ومحاولة الدفاع على نفسها دونك القانون التونسي يجرم كومبليتمون الأفعال ذي وهي تمثل أكثر من فعلة مش كان جريمة قتل هو اغتصاب وسرقة موصوفة وهو جريمة قتل ودونك هو ظرف من ظروف التشديد حسب الفصل 204 مجلة الجزائية يتطلب ويستوجب عقوبة الإعدام ولا شيء غير الإعدام في القانون التونسي باعتبار توارد الجرائم هذية أنه القتل جاء في ظروف متاع سرقة معناها عباد دخلت باش تسرق من الأول ما فماش نية ببيتة متاع القتل كي صار يمكن معناتها نجم نوصل للإعدام أي أمي سلمى كي شلقت بهم بوتيتر فهمتني مشاو في ظل معناها المعطيات اللي هما قاعدين يتناولوا في الأقراص المخدرة وهما مش في حالة طبيعية اعتدوا عليها جنسيا من بعد باش يخبيوا هذا الكل خاطر بوتيتر أمك سلمى تعرفت عليهم وسيرمون تعرفت عليهم خاطرهم هما من أولاد الحومة غادي يقول لك خنخبي الجريمة متاعي اقتلها وما خلاهاش في البلاصة هذيك خباها كما قلت أنت كي دخلت الدار ما خلاهاش في البلاصة هذيك دونك العقوبة في القانون التونسي هو الإعدام ولا شيء غير الإعدام معناتها نجم القانون التونسي يوصل هذا وذاك علاش حتى أنه تحل الملف هذايا وديما نستناو الأبحاث وديما نتريضوا نحن مش مش نتصموا لهنا محكمه ومش مش نحاكموا الافراد لكن في ظل المعطيات المتوفره عنا على الاقل نجم نقولوا الجريمه المبدئيه هي جريمه سرقه موصوفه واعتداءات جنسيه ناجمه عنها قتل وكذلك ازهاق روح بشريه هنا. به اكسبسيونيلمون باش يجيكم شويه روتار في نشره الاخبار النص النهار علاش هم مش نقول لكم خاطر استاذ نجيزي خلنا نواصلوا في عمليه البروفيلاج كان صحه التعبير شخصنه السيد اللي قام بالعمليه هذه ياسين عنا جديد في الموضوع هذا. وي رحيم تاكيدا لكلام الاستاذ وكلام السيد المنصوري المجهودات جباره مكثفه قاعده تقوم بها جميع الوحدات الامنيه بمختلف الاختصاصات وكان جمله من الايقافات شملت عدد كبير من المشتبهين اللي كان من بينهم هذا المجرم اللي تم الاشتباه فيه انذاك بنسبه كبيره باعتبار وجود اثار جرح تاكيدا لكلام السيد سالم اثار جرح على الرقبه نتاعو كذلك رحيم ثم التراث نتاع الحذاء نتاعو على دم الضحيه كانت مطابقه للتراث والموتيف الموجود بحذاء هذا المجرم وبدات الوحدات الامنيه والسيد مساعد وكيل الجمهوريه اللي كان حاضر على عين المكان فصلوا لكل هذه التفاصيل الدقيقه الا انه قاضي تحقيق امر باخلاء سبيله باعتبار وانه الادله لم تكن كافيه ولا يعتبر هذا دليل قاطع لادانته في انتظار تقرير التحليل الجيني اللي وقتها اكد وانه هو اللي قام بالفعل لحد الان بطبيعه الحال جاري البحث عنه احنا مش نسمعوا اكثر تفاصيل حول حياة هذا المجرم بين قوسين مع أحد أبناء الحي سي مراد. سي مراد مرحبا. سلام مرحبا بك. مرحبا بكم. بالنسبة سلام قبل كل شيء نترحموا على أمنا وخالتي سلمى الله يرحمها وينعمها. بالنسبة للإنسان المجرم هذايا القاتل هذايا راه ما يمثلش حومتنا رانا نحن ديما نتهربوا منه ونعرفوه يفعل الأفعال هذيا منهم شاد مرة طفل صغير وديجا هز وضربه
معناتها وخطفوا وهربوا وسيد التحقيق ما نعرفش عليها ولا الرؤسيه ولا سيد السلطة عليه سايبوها ذا يعدي 8 شهور وعامل قضيه باش عقبال فهمني ولا معناتها ذا متوقعين منه هذا انسان معقد هو بطبيعته معقد ونعرفوه نحن حومه كامله انسان هو اصلا هو في روحه وهو مش راجل حشاكم ما فالكلمه ذي هو انسان مش راجل احنا نعرفوه حومتنا كامله نعرفوه انسان قتال هذا انتم تعرفوه في الحومه خلينا نفهم حاجه ليلتها ليله الحادثة الشنيعة ريتوه في الحومه عرضكم في الحومه موجود غادي هو ديجا هو مع الوليد تو حومتنا كامله صغار معناتها يعرفوا قالوا سكر حشاك معناتها شرب معناتها قاعد يشرب في الليل يشرب هو وجماعه معناتها ايش عمل هاي انسان معناتها انسان ضايع هو مك المره هو اللي عمل الجريمه ذي تصور منه كل شيء هو انسان معناتها فهمني ما ليلتها احكي لي على ليلتها ريتوه في الحومه هما الاولاد الكل ولاد حومته فهمني ولا الكل هاريته معناتها وبعد وصبيحه هل هالعمل ديما معناتها محاربش يحاربش ديما يحاربش ويقولوا ويبيع في المخدرات كما سمعنا معناها يتاجر في المخدرات ما نعرفش الحق نتاع ربي ما نعرفش اما انسان يحاربش ديما يحاربش الحريه بشذيه والسبوتياكس والشنيه هذه كلها يعملها هو خلينا نفهم حاجه اخرى من يوم غدوه الصباح بعد ما سمعتوا الاخبار نتاع وفاه امي سلمى ريتوه في الحومه عرضكم ريني اي هزو ديجا الحاكم السلطة هزو ديجا وخذوا العين هذيا وخرج معناتها كي خرج طول غاب علينا نحن هما ديجا قالوا دارهم كامله مشوا حولوا هزوا مشوا لسوسة ولا وين فهمني سينيا نحن من بيننا فهمني وهو انسان بالحق خاطر بالحق راهو سفياح بالرسم وذا انسان يستحق مشوا الاعدام اكثر من الاعدام هذه دور القضاء اللي نأمنوا به احنا في دورة القانون لانه يتبقى لي اقصى عقاب هذه المبدأ الاساسي هو رياضه لعباد الحومه كامله اللي هو داخل بعض ومرعوب وبعد خفل علينا نحن جمله واحده من الحومه ذي وراه انسان ذايا متوقعين من كل شيء قلت لك انسان ذايا راه معقد وراي حومه كامله تعرفوا هو اصلا هو في نفسه وهو مش راجل راهو ذايا واضح حشيكم نعرف اللي معناتها متفاعل الناس الكل يحسهم امهم هاك شفتهم ومعذورين العباد المتفاعله تتوانسه الكل يا اخي انت عامله ما تخطرش في بال حالة سي مقطوف قبل ما نختم معك يا سيدي الصباح وقت جات الشرطه ومشوا للدار فزوه منه وهزوه قوموه منه وهزوه الشرطه وعبدوا التحاليل وبعد سيبوه ان شاء الله ما تعودش نفس العمليه الصباح مع الثمانيه زوره فهمت ريم قبل ما نختم انا معك الحقيقه نحب يفهموا العبيد معناتها المراه اللي عمرها 86 ربي يرحمها وينعمها ومي سلمى قلت نلقاو سقيها مكسوره ونلقاو اثار فهمني شنو انت الوحيده خاطر وقت اللي جاو يغسلوا فيها المرحومه انت اللي كنت شفتها معناتها شفهم وراو المراه عمرها 86 وشنو عانيت وكان نجم تحكي لنا معناها توصف لنا معناها قلت لك قلت لي عينيها زرقاء مثلا من الاول ايدها من هنا زرقاء كف ايدها من فوق ازرق بكله ازرق سقيها مكسره من اللوطه يعني ورقبتها يعني مارسين عليها العنف عنف عنف شديد وهي مسيكنا مراه راهي ضعيفه ما جلدها على العظم معناها ترجح انه اللي اعتدى عليها اكثر من واحد مجموعه معناها نتصور اكثر من واحد ربي يرحمها وينعمها امي سيد منتيري ام التوانسه الكل هذي اللي ناكدوك شفتوه اللي مراه حاجه طيبه ديما تطلب في الستر ديما وعندها مثلا اموال في منزلها عندها ذهب علاش دخلوا لها معناها حسب رايك حسب رايي دخلوا لها على الفعله هذه خاطر احنا كي دخلوا باش يغتصبوها انا كي دخلت للدار ما لقيتش حاجه مفرده مثلا انه مش يسرق وخالتي سلمى معناها معروفه فقيره في الحومه معناها ما عندهاش شوف نتاع الشيخوخه معناها عند صديقتها تقول فاطمه العلاني عندها خلال ذهب وشويه فلوس خاطر ما عندها كفرها وغسلها والدفينه البين اني امراه بسيطه امراه فقيره ما عندها حتى شيء في الدار واللي دخل للدار باش يقوم بالفعله هذيك معناها باش يغتصب ويقتل احنا الاسباب يمكن تتعدد اما متاكدين النتيجه انه النتيجه فيها برشا حيوانيه هذه اللي ناكدوها امراه 86 سنه يتم الاعتداء عليها مرتين يتم الاعتداء عليها بالوحشيه هذيك هذه الاخبار اللي ما نحبوش مره اخرى تعزينا الحاره لكم انتم كعائلتها وللقراوة الكل وتونس الكل اللي تفاعلت مع الوضعيه هذيا شهادات الحي الكل تسمعهم شويه اخرى على الباج وفي سير فيسبوك استاذ نجيز سي مقتوف
معناها واختنا لهنا نحن كنا معاك وشعب التونسي كله معاك وكنا صف واحد معناها ضد الجريمه ذي البشعه لهذا التونسي الكل وقلوبنا كلنا معاك وهذا بقوله فعلك تشوف عباد متظاهره اليوم قدام المحكمه الابتدائيه معناها واقفين متظاهرين على خاطر سالمه ومن سالمه المراه المسالمه كما قال رحيم معناها اللي اعتداوا عليها وقتلوها وسرقوها ممكن معناها وان شاء الله ربي معناها يوصلنا للحق. نداء للاقليم الامن الوطني باش يفتح الخط من غير هالربوندير ولا زين واضح. ما عدونا في بلادي بصفه مباشره يحكي على اتصال بصفه مباشره الوقت وينزل اذا كان حاسكب كذا زال رقم واحد وزال رقم اثنين يعني الانسان يموت وما يسمع بحد شيء. تحياتنا زاد القوات الامنيه الحقيقه في رقم قياسي قاعده تقوم مجهودات على الاقل بدينا نتعرفوا على الجاني اللي قام بهالعمليه هذيا بعد شويه باش يكون حديثنا حول الاخبار عمليه التزوير اللي كانوا يقدموها يقدم للقاضي شهاده انه مرته اللي في قضيه طلاق مريضه نفسانيا وعقليا وبعد يتاكدوا انها مزوره كيفاش العمليه هذيا نسخ باش تكون عنا وتم فتح التحقيق الداخلي هذا باش يكون زاد موضوعنا في ساعتنا الثانيه ما تبعدوش انا راجعين.